مش عارف ايه ابدا اللي بعديه. ماشي مش مهم انت قلت يلا. يلا ماشي انت وانت خلاص. هل من الممكن ان تنسحب اسرائيل من الاراضي العربيه التي احتلتها؟ فاي احتلال هذا لا يخلو من القوى العسكريه المؤكده. اذن لابد ان تكون قوتنا المسلحه قادره وواثقه من نفسها ومن سلاحها من قادتها من ضباطها من جنودها. لابد اذن ان تعتنق مبدا حتميه القتال وان الحل السلمي ليس واردا على الاطلاق. تلك هي قناعتي وهي مساوية وعادلة لشرف بدلتي العسكرية تلك. ولقد كنت مقتنعا تمام الاقتناع طوال مدة الخدمات العسكرية أن الرجل للسلاح، فالرجال حتما هم الذين ينتصرون في ساحات القتال. وخط برلين والساتر الترابي هو أكثر ما يشغلني منذ إعداد خطة مسار الحرب. والسؤال الذي كان لا يفارقني هو كيف سأتغلب على تلك الحواجز؟ إن الاعتداء أصلاً على خط برليف هو بمثابة إهانة لإسرائيل. حتى نحن أصبحنا في موضع إشفاق، موضع إشفاق من كل الخبراء العسكريين، من كل الذين استمرت علاقتنا معهم من الدول، لا يردون إلا عبارة واحدة فقط، لا يقولون إلا إن عبور القناة مشكلة ليس لها حل، ولا يوجد لها حل، ولن يكون لها حل. أثبتت الأيام أن الرجال هم خير أجناد الأرض. أنا اليوم لدي خطط ولدي أفكار لعبور القناة واقتحام النقاط الحصينة عند العدو. الآن يا أمير الدولة، يا شيخ حدثنا عن خطة العبور بشكل عام. انا سميت الخطه المازنه العاديه. في البدايه احنا عارفين ان عندنا جيشين على جبهه القناه، وهم الجيش الثاني والثالث الميداني، بيضموا خمس فرق من المشاه والقوات المسلحه بالاضافه لقطاع بورسعيد العسكري. فالخطه يا فندم باختصار هي ان نعبر القناه ونحتل وندمر خط بابليك ونحتل مسافه من 10 ل 12 كيلو متر شرق القناه. وبعدها تتمسك قوتنا بالارض وتحاول توقع من العدو اكبر خسائر ممكنه. فسمت الخطه دي يا فندم قايمه على هامه اسرائيل مقتلين. المقتل الاول هو عدم قدرتها على تحمل الخسائر البشريه، وده بسبب قله عدد الافراد. والمقتل الثاني هو طول مده الحرب، وده لان الحروب السابقه كانت اسرائيل متعوده على الحروب الخاطفه، ودي اللي مدتها بتتراوح من 4 لـ5 أسابيع بيقوموا فيها بتعبئة 18% من الشعب الإسرائيلي. دي طبعا نسبة عالية جدا، ده غير إن الحالة الاقتصادية في إسرائيل هتقع، والتعليم هيقف، والزراعة والصناعة برضه هيقع، وده لأن كل العاملين في المؤسسة دي في النهاية إما أن يكونوا ضباط أو عساكر في الجيش الإسرائيلي، ودول نقطتين الضعف اللي استغلناهم في الاضطراب. وبرضه يا فندم الخطة دي ليها بعدين تانيين، على سبيل حرمان إسرائيل من أهم مزاياها الاستراتيجية. فبعد ان نعبر القناه ونحتل مسافه 12 كيلو متر من المسافه المؤمنه بمصادر الصواريخ المضاده للطائرات اي بطول حوالي 170 كيلو متر شرق القناه بطول القناه، هنمنع العدو ميزه الهجوم على الاجناب، وده لان اجناب الجيش في الشمال هتكون عند سواحل البحر المتوسط وفي الجنوب عند خليج السويس. والميزه الثانيه هي حرمان العدو بميزه الدفاع بواسطه الطائرات، وده لان المسافه اللي هنحتلها شرق القناه اللي هي مؤمنه بمظله الصواريخ المضاده للطائرات هتمنع وصول الدعم الجوي للعدو. وطبعا اللواء الجمسي هيقول لحضرتك الاجراءات اللي هناخدها قبل الحرب. تمام يا فندم. طبعا احنا بلغنا قاده الجيوش والافراد بدور كل واحد منهم تتحرك وتوقيت ساعه الصفر، كمان الاعداد لخطه الخداع اللي في حقيقه. فلازم نعمل خطه خداع هقلنا مفاجاه للعدو عشان نقضي على تفوقه من ناحيتين، السلاح والعتاد. نحاول نظهر للعدو اننا مش هنقدر ندخل حرب دلوقتي، ونعلن في الجرايد عن مناوره لمده 7 ايام، من يوم 1 ليوم 7 اكتوبر. ومن الطبيعي ان نستدعي الالاف من الجنود وضباط الاحتياط علشان يحضروا المناوره، لانها بتعتبر تدريب عادي، وبعد 3 ايام هنسرح الالاف منهم،
خصوصا اللي كانوا بيشتغلوا في الوزارات والسفارات علشان لحدهم يعرف ان المناوره ده. وبعد كده هنفتح باب العمره على ضباط القوات المسلحه زي ما بيحصل كل سنه. دي هتكون رساله ثانيه اننا مش مستعدين تماما للحرب دلوقتي. ربنا يوفقنا باذن الله.